هل تعلم أن عالم القطط أوسع بكثير مما تتخيل؟ تلك الكائنات الرقيقة المستقلة التي تزين حياتنا تحمل في طياتها أسراراً وألغازاً قد تفاجئك. في هذا الفيديو سننطلق في رحلة استكشافية إلى عالم القطط النادرة والغريبة، وسنكتشف سلالات لم تسمع بها من قبل. ستتعرف على قطط تتمتع بخصائص فريدة وأشكال غريبة وألوان ساحرة. لن تصدق عيناك عندما تشاهد هذه المخلوقات الرائعة. لمعرفة أنواع نادرة عن القطط، فقط اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة. أهلا بكم في قناة تسلية مفيدة، ثقافة وترفيه في جميع المجالات. قطط المارغاي، تلك الجواهر الخفية في أعماق الغابات، هي كائنات فريدة من نوعها. تتميز هذه القطط برشاقة استثنائية وقدرة مذهلة على التسلق. ففضلاً عن قدرتها على تدوير أقدامها 180 درجة، تمتلك المارغاي قفزات هائلة تمكنها من الانتقال بين الأشجار بسهولة ويسر. هذا التكيف الرائع مع الحياة الشجرية يجعلها صيادة ماهرة، قادرة على مطاردة فريستها في بيئتها الطبيعية دون عناء. قط النمر المرقط بالصدأ، يتميز بفروه المميز بلونه الأحمر الصدئ والبني الغامق وبقعه السوداء الصغيرة المنتشرة على جسده. يعتبر بأنه قطاً متوسط الحجم، حيث يتراوح طوله بين 50 و70 سنتيمتراً ووزنه بين 3 و5 كيلوغرامات إت. لديه رأس صغير وأذان مدببة وعينان كبيرتان تعكس الضوء في الظلام، مما يساعده على الرؤية بوضوح في الليل. يتواجد قط النمر المرقط بالصدأ بشكل رئيسي في الغابات المطيرة الاستوائية وشبه الاستوائية في جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك الهند، نيبال، بوتان، بنغلاديش، ميانمار، تايلاند، لاوس، كمبوديا، وفيتنام، ماليزيا، وسنغافورة. يفضل العيش في المناطق التي تتوفر فيها الأشجار الكثيفة والغابات المطيرة. يتميز بأنه قط ليلي منعزل، يقضي معظم وقته في الأشجار، حيث يتسلق بمهارة ويقفز بين الأغصان بحثاً عن فريسته. يتغذى بشكل أساسي على القوارض الصغيرة والطيور والزواحف والحشرات. وقبل أن نكمل صديقي العزيز، ما هي سلالة القطط التي أعجبتك أكثر؟ واسم قطتك المفضلة؟ شاركنا رأيك في التعليقات. القطة مسطحة الرأس، هذه القطط المراوغة التي سميت بهذا الاسم بسبب جباهها المسطحة، وهي تشبه في قامتها القطط المنزلية ذات الرؤوس ذات اللون الأحمر الداكن والفراء البني والبطن البيضاء. تتميز هذه القطة الفريدة بجمجمة مسطحة غير عادية تعطيها مظهراً مميزاً. فراءها الناعم يتدرج بين البني الداكن والأسود مع بطن بيضاء نقية تزيد من سحرها. عيناها الذهبيتان تتألقان بحكمة وكأنها تحمل أسرار الغابة العتيقة. على عكس العديد من أقاربها من القطط، تظهر القطة مسطحة الرأس ميلاً غريباً نحو النباتات، فهي تستمتع بتناول الفواكه والخضروات، مما يجعلها فريدة من نوعها في عالم القطط. ومع ذلك فإنها تبقى وفية لفطرتها كحيوان مفترس، حيث تتغذى أيضاً على الأسماك والقوارض الصغيرة. تتمتع القطة مسطحة الرأس بمهارات سباحة بارعة، فمخالبها مجهزة بأغشية تساعدها على الانزلاق برشاقة في الماء. وقد لوحظ أن القطط الصغيرة من هذا النوع تنجذب إلى الماء بشكل غريزي، وكأنها تحمل في داخلها ذاكرة أجدادها الذين قضوا حياتهم بالقرب من الأنهار والبحيرات. قطط جبال الأنديز، تعتبر قطط جبال الأنديز من أندر الثدييات في العالم. تتميز بفروها الكثيف الذي يتراوح لونه بين الرمادي الفضي والبني المصفر، مما يساعدها على التمويه في بيئتها الصخرية. يبلغ طول جسمها دون الذيل حوالي 65 إلى 80 سنتيمترا، وارتفاعها عند الكتف حوالي 40 إلى 50 سنتيمترا، بينما يصل وزنها إلى حوالي 4 إلى 5 كيلوغرامات. فروها الكثيف يعمل كمعطف شتوي يحميها من الرياح العاتية والأجواء الباردة في قمم الجبال، مما يجعلها قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية. تمتلك هذه القطط قدرة مذهلة على القفز لمسافات طويلة بين الصخور والشقوق، وكأنها طيور تحلق في الجبال. ذيلها الطويل يساعدها على الحفاظ على توازنها أثناء الحركة على الصخور الزلقة والمنحدرات الشاهقة. تتميز بأرجلها القوية ومخالبها الحادة التي تساعدها على التسلق والقفز بسهولة بين الصخور الشاهقة والتمسك بها. يبلغ متوسط عمرها حوالي 12 عاماً. قطة الأقدام السوداء، تعتبر قطة الأقدام السوداء واحدة من أصغر القطط البرية في أفريقيا، حيث يتراوح وزنها بين كيلوغرام 1.75 كيلوغرام.
تتميز هذه القطة بأقدام سوداء مميزة تغطي حوالي 70% من سطح قدمها، مما يساعدها على الموي والتحرك بهدوء في بيئتها الصحراوية. وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها صياد ماهر قادر على القفز لمسافة تصل إلى مترين لاصطياد الطيور الصغيرة والحيوانات الأخرى. تكيفت قطة الأقدام السوداء بشكل مثالي مع الحياة في الصحراء. فروه المموه يساعدها على الاختفاء بين الصخور والنباتات وأقدامها السوداء التي تغطي حوالي 70% من سطحها، تعمل كوسائل طبيعية تحميها من حرارة الرمال وتمنحها ثباتاً أثناء الحركة على الأسطح الصخرية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الأقدام السوداء على تقليل فقدان الحرارة، مما يجعلها قادرة على تحمل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية. قطط الإريوموتي، تلك الجواهر النادرة التي لا تتجاوز أعدادها 250 فرداً بالغاً، تعيش في عزلة تامة على جزيرة إريوموتي اليابانية التي تبلغ مساحتها حوالي 280 كيلومتر مربع. هذه القطط المخططة بفروها الناعم والتي تتميز ببقع سوداء مميزة على وجهها تواجه خطر الانقراض بسبب تدمير موطنها وتزاوجها مع القطط المنزلية. تتميز قطط الإريوموتي بحجمها الكبير نسبياً مقارنة بالقطط المنزلية، حيث يصل طول جسمها إلى حوالي 60 إلى 70 سنتيمتراً ويبلغ وزنها بين 3 إلى 5 كيلوغرامات. هذه القطط القوية البنية تتمتع بمهارات صيد عالية، فهي قادرة على اصطياد الفرائس التي تفوق حجمها بكثير مثل القوارض والطيور الصغيرة. يعيش قطط الإريوموتي في المتوسط حوالي 10 إلى 12 عاماً في البرية. تتميز هذه القطط بفروها المموه الذي يساعدها على الاختباء في الغابات الكثيفة وأعينها الكبيرة التي تمنحها رؤية ليلية ممتازة. الجاكواروندي، تعتبر الجاكواروندي قطاً متوسط الحجم، يبلغ طول جسمها البالغ من 50 إلى 75 سنتيمتراً مع ذيل طويل يصل طوله إلى 30 سنتيمتراً، ويتراوح وزنها بين 4 و9 كيلوغرامات، مما يجعلها أخف وزناً من العديد من أنواع القطط الأخرى. تتميز الجاكواروندي برشاقة مذهلة، حيث يمكنها القفز لمسافة تصل إلى 3 أضعاف طول جسمها. هذا ما يجعلها صياداً ماهراً قادراً على الإمساك فريسته من بين الأشجار أو الأعشاب الطويلة. وبفضل حاسة بصرها القوية، تستطيع تحديد فريستها من مسافة تصل إلى 50 متراً، مما يمنحها ميزة كبيرة في الصيد. تمتلك الجاكواروندي أيضاً أذناً حادة تسمح لها بالتقاط أضعف الأصوات، مما يساعدها على اكتشاف الفريسة المختبئة تحت الأرض أو بين الأوراق. الجاكواروندي هي سيد التمويه، حيث يتراوح لون فرائها بين الأسود الداكن والبني المحمر، مما يساعدها على الاختفاء بسهولة في محيطها. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك هذه القطط القادرة على الدوران بسرعة كبيرة وتغيير اتجاهها فجأة، مما يجعل من الصعب على الفريسة الهروب منها. وتتميز الجاكواروندي أيضاً بذكائها الشديد، تستطيع تعلم مهارات جديدة والتكيف مع البيئات المختلفة. وبفضل مخالبها الحادة وأسنانها القوية، تستطيع الجاكواروندي التغلب على فرائس أكبر منها بكثير مثل الأرانب والسناجب. أتمنى أن تكونوا قد استمتعت برحلتنا في عالم القطط النادرة والغريبة. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وشاركوه مع الأصدقاء والعائلة، واشتراكوا في القناة لكي تكونوا أول من يشاهد فيديوهاتنا الجديدة والممتعة في جميع المجالات. لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لكي لا تفوتكم أي مفاجأة. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.